السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص علم اللغة الفرنسية لجميع المستويات. حصة اليوم هي على بركة الله حصة للتعرف، أو مجموعة من الحصص ليست واحدة، للتعرف على البرامج أو فهرس المقررات الدراسية اللي غادي نقراوها في هذه الدورة الأولى، ولا في هذه المرحلة الأولى، la période 1 اللي كتسمى la première partie. خصنا تكون عندنا la compétence، يعني القدرة باش نفهمو و نبرودوير و ننتجو واحد petit texte narratif، واحد نص اللي هو صغير ويكون حكائي، واحد نص سردي أو حكائي، يعني كيحكي على واحد القصة. ودائما غادي يكون عندنا في لو بروجي اي سيمستر غادي يكون عندنا بروجي مشروع، يعني في التالي ديال الدوره مجموعه ديال المشاريع الصغرى، وفي التالي غادي نجمعوهم غادي يولي عندنا مشروع ديال الدوره الاولى. وهذا المشروع ديال السنه الاولى اعدادي غادي هو برودوير اي جوي ان كونت، غادي ننتجو نكتبو واحد القصة خيالية ومتخيلة، وغادي نلعبوها بطبيعة الحال، يعني غادي نقدموها أمام الأصدقاء. وعندنا بالنسبة للسنة الأولى إعدادي غادي ندرسو لو كونت. لو كونت اللي هو قصة متخيلة أو خرافية. بالنسبة لهذا الجديد لهذه السنة الدراسية 2023-2024، بالنسبة للقناة غادي نضيفو مجموعة من المواد اللي هي مواد علمية اللي كتقرأ من اللغة الفرنسية، إنجاز تمارين ودروس في الرياضيات وعلوم الحياة والأرض SVT، وكذلك الفيزياء. وكذلك بالنسبة للمقررات ديال الفرنسية خدمنا الباركور في السنة الماضية، السنة اللي قبل منها غادي نخدمو مقررات أخرى، سواء بالنسبة للسنة السابعة يعني الأولى إعدادي، والثانية والثالثة إعدادي. وكذلك غادي ندرسو كذلك مقررات ديال الابتدائي، وخصوصا الرابعة والخامسة والسادسة الابتدائي. نمشيو دابا للمقرر أو الفهرس ديال السنة الأولى إعدادي، مقرر باركور. عندنا لو كرونوغرام اللي هو أو الفهرسة أو لا طابل ماتيير. عندنا لا سيكونس أن الوحدة، هنا عندنا سبعة ديال الوحدات، كنديرو ربعة ديال الوحدات وكنديرو إيفالياسيون غوميدياسيون إي سوتيان، يعني في القسم. من بعدها يعني مجموعة ديال التمارين ديال التقويم، وكذلك لا غوميدياسيون لو سوتيان. من بعد غادي يأتي واحد الفرض أو امتحان كونترول ايفالياسيون، يعني تمتحنوا به في القسم. من بعد عاوتاني ثلاثة ديال الوحدات غادي نديرو ايفالياسيون غوميدياسيون سوتيان في القسم، نوع المراجعة اللي عنده شي اشكال. من بعد غادي ندير واحد الحصة ديال الفرد او ايفالياسيون. السيكونس الاولى اللي فيها هنا حصة 12 ساعة، يعني ثلاثة ديال السيمانات، كل حصة كتعرفوا ان السنة الاولى والثانية والثالثة اعدادي فيهم اربعة ديال الساعات كل أسبوع. عندنا هنا ثلاثة ديال الأسابيع غادي نخصوها لا شارت دو لا كلاس، يعني هذا واحد تعاقد ما بين الأستاذ والتلاميذ على احترام مجموعة من الأشياء داخل القسم. إيفالياسيون دياغنوستيك يعني واحد التقويم اللي هو تشخيصي، بيه كيعرف المدرس المستوى ديال التلاميذ ديالو. من بعد حيت يعرف مكامن النقص اللي عندهم كيدير واحد لا غوميدياسيون اي سوتيان.
ننتقلوا لا سيكونس 2، غادي نديرو ريديجي لو كانفا دان كونت، غادي نكتبو يعني واحد لو كانفا، يعني واحد لا ستغيكتي، واحد الفينيا بحال واحد الهيكل ديال لو كونت. خمسة ديال الساعات سيكونس 3 وحدة الثالثة ريديجي لو ديبي دان كونت. هنا المطلوب منا في كل واحدة، راه كل واحدة فيها دروس ديال اللغة لا لونغ، وفيها دروس ديال البرودكسيون إكريت ولوغال إي لا ليكتيو. ولكن أشنو المبتغى من هاد ولا لو بوت، الهدف من كل واحدة، هو نعرفو نكتبو واحد البداية ديال القصة المتخيلة أو الحكاية. سيكونس 4 ديكريغ لي بيرسوناج دان كونت، يعني خصنا نعرفو نوصفو أشخاص، سوا وصف لي هو فالوريزون ولا دي فالوريزون، وصف لي هو مزيان ولا سيء، يعني الشخصيات ديال الحكاية. إلا كملنا هاد أربعة ديال الوحدات كنتقلو ليفالياسيون لي هو التقويم. ننتقلو لا سيكونس 5 الوحدة الخامسة، ريديجي دي زاكسيون سوكسيسيف ينسيغي ان ديالوغ، يعني غادي نكتبو ولا نشأو دي زاكسيون احداث هي متتالية، وغادي ندخلو وسطها ان ديالوغ حوار مدة الزمنية 10 ساعات. لا سيكونس 6 وحدة السادسة، ريديجي لا فان اي لا مورال دان كونت، يعني هنا غادي نكتبو، نحاولو نكتبو نهاية الحكاية وكذلك لا مورال او العبرة من هاد الحكاية دي. يعني انه في الحكاية والقصة المتخيلة دائما كتكون عندها واحد النهاية، وفي النهاية ديالها كتكون واحد الحكمة، ولا كنستفدو منها واحد الحكمة او العبرة. لا سيكونس 7 مون بروجي افيني اي جوي لو كونت برودوي، هذه مخصصة لإنهاء يعني وإتمام يعني هاد لو كونت اللي خاصو شي حاجة، هاد الحكاية هادي اللي خاصها شي حاجة كنتموها وكنحصلو في النهاية على المشروع ديالنا، هو عبارة عن كونت اللي نتجنا أونسومبل. في التالي ديال هاد الحصة هاد الوحدات هادو التلاتة كيكون عندنا واحد ليفالياسيون، جوج ليزيفالياسيون، واحد في كومبريونسيون اي لونغ، واحد في ليكري. دائما هنا جوج ديال ليفالياسيون، واحد في كومبريونسيون اي لونغ، واحد في ليكري، يعني عندنا اربعة ديال لي كونترول ولا اربعة ديال ليفالياسيون في الدورة، زائد واحد ديال لي زاكتيفيتي، يعني خمسة. باش نحصلو على النقطة ديالنا كنقسمو كنجمعو هاد خمس ديال الفروض وكنقسموها على خمسة كتعطينا النقطة ديالنا اللي كتواجد يعني في لو بولتان.